مخصوش الصباع. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي بحنيني حبيبة. هاد السيدة سميتها نورة العماري، هي صديقة ديالي من مواليد 1985، متزوجة، عندها واحد طفل العمر ديالو 4 سنين، الزوج ديالها متوفي، تعاني من مرض السرطان. الحالة ديالها خطيرة، كانت من قبل دارت عملية زراعة مفصل اصطناعي 28 يوم وهي في محمد الخامس. من خرجت هي معايا دابا. المشكل اللي عندها اننا كنقلبوا على العائله ديالها. المعلومات اللي عارفين انها عندها واحد خوها في سله، قالت لينا سميتو العربي، عندها العائله في الخميسات، قالت لينا عندها خوها محسن واختها مينا، عندها الاب متوفي، الام متوفيه، اللي في طنجه هنايا عندها العائله ديال الراجل ديالها، كانوا ساكنين في المدينه القديمه حماد بنيدر. انا تعرفت عليها فاش كانت حامله بالابن ديالها سراج، كانت هي حامله بسراج وانا كنت حامله بيوسف، تلاقينا من تما بقات العلاقه بيناتنا. المهم كانت علاقه عاديه، يعني انا كنطمئن عليها كنطمئن عليا. مؤخرا تلاقينا في ايبيريا، كانت الحاله ديالها مزريه، كانت يعني ضعافات وتبدلات عليا. ملي سولتها قالت لي ودي راجلي مريض، كان مريض بالسل، كانت الحاله ديالو خطيره، كانت هي اللي كتقابلو. رغم انها كانت كتعاني من السرطان الا انها كانت كتقابل الراجل ديالها، يعني كانت ليكوش وكتقلبو كتوكلو كتشربو، يعني كتخرج تجيبلو ليكوش، واخا تدبر من اش كان تجيبلو الدواء تقابلو، حتى توفاها الله. كانت هي شنو باش كتعيش شنو كتاكل؟ دابا هي كانت جات الطبيبه عندنا لهنا للدار، لقات التنفس ديالها هابط، جابت ليها واحد الجهاز ديال الاكسجين، دارت ليها الاكسجين شويش دابا. المهم هي الهضره قاطعه الهضره، يعني كتغيب في بعض الحالات، ما كتجاوبش معنا، ما كتسمعناش، يعني حتى الابن ديالها اللي مقرب ليها ما كتسولش فيه شنو يعني الماء والماء في البيبيرو، يعني العصير شي حاجه مطحونه، صوبه مطحونه، الحريره، المهم السوائل، وغير السفافه ولا البيبيرو باش تمضغ تاكل شي حاجه ما كتاكلهاش. بالاضافه للدواء ديالها، الدواء ديال الحريق، الدواء ديال الانفيكسيون، الدواء ديال السخانه، بالاضافه انني كنضف لها هذه البزوله ديالها، كنضفها ليها وكندير ليها الدواء جوج المرات في النهار، في الصباح وبالليل، يعني والطبيبه كتبقى معايا على اتصال، يعني كنصور ليها بالجهاز ديال التنفس، خليالي ديال الطونسيو، خليالي ديال التنفس، كنصورو تقريبا كل ساعتين وكنصيفط لها. هي كتقول لي واخا لي الاكسجين في 3 لتر 4 لتر 5 لتر على حساب الحاله اللي عندنا. هي كانت عندها عمليات استئصال ثدي شهر السعود، مع الظروف ديالها ان كان الزوج ديالها مريض وتوفى وتهرست من النص ديالها، ودارت زراعه مفصل اصطناعي 28 يوم هي في محمد الخامس، يعني تناسات الحال ديالها. شهر السعود 10 11 12، حنا في واحد دابا ملي مشينا للطبيبه ديالها في الشيخ زايد، درت ليها سكانر، لقات عندها المرض منتشر، لقات عندها واحد الولسيسه في الصدر ديالها، لقات حادثه ديالها متاخره جدا، قالت لينا يعني تعطلتو، طلبات منا سكانر في محمد السادس، وطلبات منا واحد تحاليل. كاينه واحد لي سيستر اللي في السوق برا، قالوا لك غادي هما يتكلفوا بها ويديوها لعندهم للدار البيضاء، عندهم تما واحد المركز السرطاني يعالجوها ويديروا لها سكانيل وليريم، ولكن شنو طالبين هما؟ طالبين واحد من العائله ديالها يكون معاها، طالبين شي واحد من العائله يكون معاها باش يديوها. ما لقيناش عينا، ما لقيناش. الرساله بغيت نوصل للمغاربه، يعني ما فيها والو، انهم يحاولوا يبارطاجيو هذا الفيديو ويوسعوه وينشروه، على الله لقاو العائله ديالها. يعني كاين واحد العنوان اللي هو في البطاقه الوطنيه ديال التعريف، كاين يعني في سله، ربما شي واحد يكون نجار تما ولا كيعرف هذا الانسان
ولا شي ناس في الخميسات يعرفوا هاد الانسانه هادي يوصلوا للعائله ديالها. حنا ما بغينا منهم والو، بغينا منهم يجيو يكونوا شهود ان الناس غيديو يتكلفوا بها بالمصاريف بالدواء بالامبيلونس على حسابهم اي حاجه، يعني ما يخسروا حتى درهم غير يجيو باش هادوك الناس يكونوا مطمئنين ان عائلتها معاها وموافقين انها تعالج في الدار البيضاء. يعني الا كاين شي امل يعني ما نحرموهاش ونوقفوا في الطريق ديال انها تعالج. ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله يكرمكم وشكرا بزاف.